الماتش الاول كان يعني صعب شويه، بس احنا يعني احنا كنا نازلين متوترين كده في الاول، بس احنا نزلنا جامد ولعبنا جامد وكنا جامدين يعني كلنا الفرقه، ولعبنا يعني كويس، كنا كلنا رجاله الحمد لله. الماتش كان صعب بس احنا قدرنا ان احنا نسيطر على الماتش من اوله. الاهلي ماشي من اول الماتش ما فرقش ولا تعادل معانا طول الماتش، واحنا الحمد لله كنا قد المسؤوليه وكنا رجاله والحمد لله قدرنا نكسب. يعني قولي لي بقى مريم، المنافسات الجايه عامله ازاي؟ المنافسات الجايه اول الدوري هيبقى ضعيف شويه، مش الفرقه كلها تبقى قويه، هيبقى عندنا ان شاء الله ماتش الاهلي العوده يبقى عندنا ان شاء الله في النادي. لعبنا كويس الحمد لله، الماتش كان متعرف شويه في الاول بس مع اول جونين كده فوقنا، بس الحمد لله كسبنا في الاخر، كنا محافظين على السكور بتاعنا ما عليناش علينا خالص. ان انت تنقذي اكتر من فرصه النهارده؟ الحمد لله، يعني كانوا هيجيبونا في الاول، احنا السكور وصل لتسعه الحمد لله، بس هم فاقوا في الاخر، السكور نزل اتنين، بس احنا شدينا حيلنا وكنا كويسين ان شاء الله. اصعب حاجه في الماتش كان اخر الماتش بدا يفوقوا واحنا الدنيا تعبنا، فالحمد لله الحمد لله توفيق عند ربنا ان احنا قدرنا نكمل، وكابتن محي طبعا ساعدنا كتير قوي، فوقنا تاني والحارس شد حلو قوي وبجد فوقنا، وبدانا بقى في ستارت بريك وبنعدي وكده، الحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا.